السلام عليكم. على إثر الاحتجاجات التي قام بها سكان تيارت وهي خروجهم لقطع الطرقات ويعني إشعال العجلات المطاطية، يعني داروا احتجاج كبير في الطرقات بسبب نقص المياه، أزمة يعني كبيرة وخانقة يعاني منها سكان تيارت. فعلا صوتهم وصل ورسالتهم وصلت وكان عندها صدى، حيث خرج الرئيس ليعلن عن بعد اجتماع مجلس الوزراء، خرج ليعلن عن قرار هام وبصريح العبارة، يعني قال لهم أمامكم 48 ساعة لحل أزمة المياه في تيارت. نشيد بهذا القرار الهام والمفيد لحل الأزمة الخانقة اللي يعاني منها سكان تيارت، وخاصة ونحن في فصل الصيف والعديد من المدن راهي تعاني منها. نتمنى ينحلوا المشاكل قبل يعني ما يديروا احتجاجات. نتمنى هذا يعني مسؤولين يراعوا هذه الجهة، خاصة وإحنا نحن مقبلين على فصل الصيف والناس وين تستحق الماء ضروري ضروري، الماء هو الحياة. نتمنى كل خير للبلاد والعباد إن شاء الله، وربي يحفظ رئيسنا إن شاء الله. دائما ديروا لنا اشتراك وفعلوا لنا باش نجيب لكم جديد. دمتم في رعاية الله وحفظهم جميعا. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله.